بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابور رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة في باب غزوة النساء مع الرجال. غزوة النساء هوينك ودولانك أبحة مع الرجال رق معوضة وهدي هوين إذو الرعض الرقي محرم كيدين أو الله الصعوضة فإننا آمن لغاية هاي أنا الرعض قزوة يدولان كوا بناية هاي حيا الله يقبنا يسانا وحكم إذا حديث كاما نوشي غاية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة بن دينار عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس ابن مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم سليم أم سليم قبل الهجر وأنس بن مالك هو يديس مالك ابن النضر يقول سدي أنس يقول شيء إسلامي مدي مركي تميد إسلام كبير قارتي السجن واع عروضي شامبو آذي سو إسلامي مدى ديدا هل كاسو كو غيريو وكل انتي كدبنا وحصو دوني أبو ضلحة صحابي الليشي رضي الله عنه وحي أشرط السي إنو سو إسلامه ويتيري وانكو قرسان لكن شرط إن هذا إسلام كسو قشة وإسلامي وحن مهير أكمين قاضانين وإسلامي مدي ساسي مهير بوغان اكتيبه مقعدة والسو خلافي كم يداسي مشهور كتهاي سهلة والا يري غير كيدة والا يري القميساء يرديه شري لقب كيدة ناريس تيدا رضي الله عنها قبداس يا اتخذت وحي سميستي يوم حنين ما رنتي حنين يا غزودي دعضي مشى حنين لي لا كدا عضي سنة كسيدة هجرة النبي عليه السلام مركي مكلا فرتي كدب وكيل لو ويرى لي حنين هوازن غنيمة فربضنا لك صوها لي ملجع الرانا لي لا ذو كقي بي النبي عليه الصلاة والسلام هل كاسي ما رنتاس أم سليم وحي قارتي أوي سميستي خنجرة قل حبي سميستي توري توريبي سميستي فكان معها خنجر كاسي معيضوها ويوذتي فراها وحاكوارك أبو ضلحة زيد بن سهل رضي الله عنه وزوج كيدي ونين كيدي وحاكوارك أم سليم وتوري قرصان يسوه وذته فقال مركزه حجر يا رسول الله رسول الله هذه أم سليم واتن أم سليم معها وحي وذتها خنجر توريبي وذتها يقول حب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أو مسلم حكيري ما هذا الخنجر وما حيث ردني يقول حكنا أولة أم سليم محوية سيدي يلي قال ذو حيث اتخذته وان سميستي وان ديار صدي عندنا هدو إيسو دواد مني أنيغا أحد قف من المشركين قال لي كمل هدو إيسو دواد بقرت به بطنه على شيء كقد دوحان أو سميستي بيدر توردن waa diyaar garowsan tahay haduu mid gaalada kamida nagu soo dhawaado ina caloosha ka soo ridaan u tala galay bay tileede marka way isdifaaci karaan ciidankana waa raaci karaan wixii marka tabar iyo taag ay u geysana way sameyn karaan inii markaasi aamin laga yahay fitno iyo inkishaaf al-awra iyo arrimahaasi hadii aamin laga yahay haddii kalena shaqooyin kale qabanayaan mari doono oon dagaalka aan ahayn
فجعل الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحقودة قال مركي سيدا تيري يضحكوا إنو قسلاي نبي وحقو قسلاي عليه الصلاة والسلام ضحك غاسي تعجب قبضا أولا يا أبي لرنان تيدا يا سيدا أي أديار قروسان تهي كرتيدا يا جيسي لماذا يا قوبتا وحي لاتيميت إيا إنو كوكنا عسيها وراليكيه وإلا هدي وحقرضا أي سميس نبي وكما قسلين كمان آموسين قال ذو حيتر يا رسول الله رسول الله اقتل دل من بعدنا اي من سوانا دتك اني نغ سو هاراي اي من الطلقاء كوي مكانتي لقبت اللي سكسي دايي كو ايغا لا اقتل من سوانا من بعدنا تبنكي صحابته هاي ما كسو غلي اي مؤمنين تهاي ايمان كودو كامل كا خالص كاها خالص كا وها ايو نمن دولقاء ليره دولقاء الفتح مركي مكان لقبتي لبكن أو كمية رئي قريشات والنبي عليه الصلاة والسلام مدك يري حرباتين حبار إلى نمها يستكملها أي دقالك صار راعي ضد مركة ضعاف الإيمان أي أيها يعني إيمان كذو نحوق لهين مركة مركي دقالك اللقر وكي عرارين ويشبك أيها السببين مركة ورى نسيف فضيدة أي دقالك قلين تيبي مركة وحيوارك تاوم السليم إليهين قلم منافقين او مسلمين تهدي او خطر جليي ان لغا ابا المريو للايانا اي مديهين مركا وحيتر اقتل من بعدنا اي من سوانا انت اني قمنا يدوحي كزهاري او من الطلاقاء كوي لسكسي داية مكبرك اللقبتي اي هدنا دقالك حولين نقول جبيي ان هزموا بك ويكو جبيين ويكا عررين نبي الله ونمنك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حيري يا ام سليم ام سليمي إن الله ألا قد كفى وأنك كافي وأحسن إحسان يا ولاك بن نسمي هذه شب يا مركو رحوب يوم بايق أو دعي أو سيهم فرير فرقنا حاونا قد دعي كد بدأ يويز قرواق سمين وكي الله سود نقضي لس أبا بري وكي صحابة النبي قرب استاغين وكي دعاء النبي عليه السلام إلهي أقبل أيه سكينة دي حسلوني سود وشيء كد بنا وكي قول يا قبق قبق قال دي لقاعد كاضيه دد يدو يبق عنت لقاعد قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أبي عن أنس له أنس كوا أذيركس ويابيه إسكهويهين إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هي أنس بن مالك أنس بن مالك وحوال عليه عبد الله بن أبي طلحة هو يدود وأم سليم إسحاق ما كورنا يا عن عمه أذيرك بكورنا يا وأه أخو أبيه لأمه هو يديس ولا الأوى حق هو يدي مع أبيه أما أبيه سوى أبو عبد الله يا ولا الأوى حق هو يده في قصة أم سليم أم سليم قصة هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ثابت وكان أيوب شيعي قال حدثنا يحيى بن يحيى وقال مثل حديث ثابت دوحة الولاية وحويان ننك اللي يراد أنس ننك كورنا هذا الرواية ضمبه كاس إسحاق بن عبد الله إسحاق بن متابعنا يا ثابت بن أسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك أبو حمزة البصري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوها يغزوك يدو له بأم سليم مع أم سليم أم سليم هو نسوة هوين من الأنصار هل أنصار هذا أي النبي عليه السلام ولا سعلام ولا بحجر معه النبي معيسى بحجر إلى غزة مركو دوله مركو نبي الدولة ربحه هوين هل أنصار هذا أم سليم أي كمديهن أم عطية إيو إيا كون مهاجر هذا وأي كمديهن عائشة إيو فاطمة بنت الرسول إيو أي كمديهن أي دقالك كقيب قريجري إلى وين كوا كالكرتب بديهن وقالوا عجل السيدة مارة الرقة في الفرعونية وذي وكرتيدة وذي ويشو الرقة لإنه يقلان شعل وما دقال كيقب قادم كربا كبلاسة كميدها شقوين كيقبنا ينواكرو فيسقين الماء بيه دتك ورابين جرين ويداوين الجرحاء لا وعر ويداوين أين مركب ممرضات ليجو جنت يدخترينت يداوين تدتك لا وعاء إيا ورابين توضا إيا دتك دقال لما يبيه وصور ناميان شقال سيقبن جرين وشقا دي آد مهموه أدمي مهموي قف كذو دجال ما وأمي وعرادة يا ذو دعوة منا بيا ورد وحوبهاي وهرية وركن يجبحه بركبيها سيقتل تجناين قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
قال حدثنا عبد الله بن عمر هو أبو معمر المنقري المعد قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز هو ابن السهيب بن عبد العزيز بن السهيب البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد بيري أنس ما أنت أحد مركا يهيد أيضنا سنة كسد حاله هجرده أي بعضي انهزم وحاد شبي وحرري الناس من الناس ضدك كمذا يا عن النبي النبي عليه السلام كتشبي وكدقاقي وكتقي دقال كده وحولها دقال مركو ورانا قول كب الله وذي كدبنا دبر شمين مسلمين تلقو سميهي حوو سيان دياها قاق سنين أي حالات دو سكوير بدا الشيء داد يربا قصوها للنبي عليه السلام وابو ضلحة أبو ضلحة صحابي ربي يجري أبو ضلحة زيد بن سهل رضي الله عنه بين يدي النبي نبي هرتيس وسجد عليه السلام كما دقاقين dadki waardiga ahaa nabiga difaacay bu kamidaha mujawab wuxuu ku gaashaanaa alayhi nabiga korkiisa ama alayhi korkiisa abu dalha bi hajafatin gaashan gaashan bu istay oo iskaga dhigayay seefta iyo warmaha cadaw ay soo garaayaan ayuu iskaga dhigayay nabigu hortaagan yahay oo saga iyo gaashankiisiba nabiga ay gaashan u yihiin qaal wuxuu yiri anas wa kana abu dalhata abu dalha wuxuu ahaa rajulan nin ramiyan garid بدن رامي يعني توق في عرو توق يقانا من رامي وحق توق تا إيه قريدة كوين كارم بوها شديد النزعي جيريد ديسة إيه قريد ديسو أي دران تهي النزعي وحويان واجيريد الليب كي يقان صدا لسكو باعيو لجيدو كدبنا هدف كي يماشي لها سيحوب اللو قانو رامي بوها رامي قاسو شديد النزعي جيريد ديسة إيه قريد ديسو أي دران تهي وكسر يومئذ ما لنتا وحوب الجبيه قوسين لبقانسو او ثلاثه تدع قانسو الجبيه فالاربع لو دغالمايا يقان ليب يقانسو ما لو دغالمايا مركا لبقانسو الى سدح يقعدس كو جبتي سيده خوغ غلهد اي او جيداي قال وحو يري فكان الرجل من با وحو اهان من الرجال من الصحابه كم من الصحابه يمر كي صامر معه حال معيسيه الجعبه اسقو وتا جبويدي سي من النبل الليبتي هيد ليبتي قوتا ايو سامرايا يعني بلاش الليبتي لو غرا جعبل لي هذا هلكاس اسقو وتا اولغي ليبتي لو ودا جبويدها اسقو ليبتي قوتا عرراي هدي كلا ددك كلا عرراي يوسو سامرايا ابو دلخ او ميشن دغالماي او عررينين نبي عليه السلام ورد او دفاعايا فيقول النبي وحده عليه الصلاه والسلام انفرها وارجع بدا اي جبويدان دادي ليبتي لابي دلخ او دادي kola dadiga arraysa ninkana diyaar ah leebtina waa ka sii dhamaanaysaa wixii aad hayso leeba firdhi oo meesha tiisa ku daadi qaala wa kana yushrifu yushrifu nabiyullah nabiga ilaahay alayhi salaam wa han qallacsanay yanzuru halu fiirinaya ila alqawmi qawmki bu fiirinay saasu nabigu han qallacsanay isagoo fiirinaya bal gaaladii iyo meesha ku dambeysay iyo xaaladoodii intay dhan yihiin qaabkooda iyo saxaabadii oo iyaguna intooda badan gacanta lagu haynin in tus'iduna wala talwuna ala ahad inti way marka waa kala ka oo kala arra dhacay yanduru ila qawm bu fiirinaya fayaqulu abu dalha wuxuu leeyahay markuu arko nabiga saw han qalloocsaday umad xiis soo dhaafay ya nabiy allah nabigi ilaahayow bi abi anta wa ummi hooyada iyo aabahay lagu furay fidaaka abi wa ummi oo kala way wixii dhibo adiga ku soo gaari laha aabahay hooyada ku dhacaano nabiga ka horeeya oo nooga dhow oo nooga maratay awleysan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وهو البابا نفتي يفتى يا اهل كذا يا والد كذا يا ولد كذا النبي قال كتش على تعالى الربا عليه الصلاه والسلام ايمانك بابا الغو حريبه وقفك ايمان ما يلانا يا كامل اما ايمان ما مالك الى وحك النبي محمد كتش على عليه الصلاه والسلام وهكما كان نفتي سي وكور مري نفتي نفتي سكور مري نفت النبي محمد بكور نفتي سا ابي يدنا كفرنايا بي ابي انت وامي لا تشرف هانقل تاجن وهفيرين وهانقل لوحسنن لا يصيبك لئلا يصيبك suuna kugu dhiciyuna kugu dhicin saamun leeb min sihaamin lqow gaalada leebta ay soo ganaayaan yuuna kugu dhicinay nabi allow kor madaxa uu taagin naxri aniga dhuuntaydu duuna naxrika dhuuntaada ha ka sokayso dhuuntayda ha sokayso xagga leebta dhinaca leebta ha u sokayso ha u dhowaato naxri dhuuntayda duuna naxrika dhuuntaada ha uga dhowaato dhuuntayda xagga maarata leebta iyo cadow xaggiisa ha uga dhowaato wixii adiga kugu dhicina horta aniga haysoo maro ee kora u taagan madaxa iyo luqunta rasuul allow hasule yani sida fiir difaaca iyo maxabada iyo kalgacaylka iyo horumarinta iyo furashada iyo fidaa'nimada radiallahu canhu waardaa
وكوا أصحاب الرسول الله محبة هيرك قد قارن يجعل كنبي عليه السلام وكاس محبة يجعل النفط وذا يكو كفرتين النبي عليه السلام إن وركيس أي وحوا بكهر مريان إن فعل كيس وحوا بكهر مريان إن دفاع الدين تي دقن قرين النبي عليه السلام أوامر تيسا يطاع عيسى وحوا بكهر مريان تاسع محبة ضبط هذا حقيقة هذا ومن قلبي أنا كسر قوي حمنها إيو بدن كنا لغو تطبيقية وكم مقتوي هباي يراتيب واح بمبورين اللي يرهدنا إينا كجرين واح تقصير يقابين اللي ينايا كجرين لما ربو قابين لما ربو الجفاء إن لقا قابيو محبة الرسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا مقع يسمى قشابة كم هو يسير قف عادي وهو مقع يسمى قشابة وكري كسير روح عادي وهو الشيغي وكري ونا كلنا قنن وهذه فعل كيسية قول كيسية هدي كيسية الله الشيغو وحبه ودقن كينا كبدلين تاسوا الجفاء يا أبيك يا قلف سنان يا جوي النبي محمد لجوي عليه الصلاة والسلام إن غلو ولا لي ماذا الله مرة باه رسول لماذا يا أدون لماذا نبي عليه السلام إله يسكو قد دري أنا وحبل قد درين الله بومبونين الله بدينين أنا حد الألوهية اللي جارسينين أو أعمالون إله سبحانه وتعالى صفاتك الله أولي هي كبيرة أنا نبي محمد لجوي الشيخين صلى الله عليه وآله وسلم فإنما عبد الله ورسوله بنيتري ده فقولوا سيدها وعبد الله ورسوله ده الضوم بانا هاي بشر بانا هاي إلهية يعلوهية مقارسيسني حدنا الرسول بانا هاي إلهي باي دورتي الرسالة ليسو ديو أنا علي راعي ولقدم بيه لما لا صلى الله عليه السلام لغو راعو هدي إلهي اللي عابدا ينام وحال هو عابدا يا جدك النبي عليه الصلاة والسلام إيا ودد النبي عليه الصلاة والسلام ونطسي أيا الو عابدا يا ملك غلوبون لمربو جفاء يا تقصير يا تفريض لمربو يا قابن يا نبي الله فجاء سجى ساسها مركز صحابتها وحبيت علي يرى الاسمين أقول أنا تعال عليه تعال نبي بقتا ينتهي دهن وحنوي محمد أونا صمين لا إيمان أقول واركن لمين إيمان جر خير الدعاء الله يلا نظهر مري لها وحي هدية ونبي محمد هدية سادتك قاضي كل رقمي تطبيق عمل ياسي دق جري صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الهداة المتدوي صلى الله رضوان الله عليهم نبي عليه الصلاة والسلام صحابتي سلاه ورد أدرتي ويان يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يسمك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك أيدي قال ولقد رأيت عائشة عائشة نركب لي أنس بنت أبي بكر أبو بكر قبلي سيهد أم المؤمنين وأم السليم يا أم السليم أنس ويديا وإنهما لبض وضاسوا لمشمرتان حنشرتيو مرض كروقاتي أرى أنركا خدم سوقهما لنمضوا دخل خالك يسوارك كجري وحال الوحل لقشن سيقع معا ايو قشن جرين وحو تشتما ايو الوحل لقشن جرين بالك عسى مركا خدم لي هذا أرى وحنركا خدم سوقهما لنمضوا دخل خالك يبلذيه اي الوحل قشدين اي اركا ايب اليه ان اردك اردائين يسيد اي وحنشرتين مركا أنس وها صدحيته من جرواي صدق عيتم سنو جرا وكري قان قارا أنا هين وي أنا صباح محمد النبي عليه السلام كم كان قال مركم مدينة قال تم سنو جري أحدنا وحيه صلاة كيس الدحات بيه صدق عيتم جربوها أرق عص مركو أرق عروريت أو وح قص تيمة وح شك قد عضي أما وح حجاب كحل قاسي حجاب كسنة 56 قزوة بري المصطلق أي يا حجابكو حجابكو مركاسوها صلاة اللي حاد أما شنات بالسكوها إياه بركي والنبي يقول عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش كدي من غزوة من مصطلبة كلا هذا وكي عايشة كشيء جرتي مركا حجاب مركا مجر واجب ما أهين أرى خدم سوقهما تنقلان وحي قاذين أو أي ضشة يطبر كقوتين القربة جمع قربة سبرا الرضي بيها على مطونهما طبر كأي كسو قاذرين وابا لقصة مقار أو ويلة وبيها الوشبطة على مطوني ما دبر كي كسو قادرين ثم تفرقاني وحيكوش بايا في أفواههم صحابة دعوعها إيه ماشاسي قاركودنا تضباطن كل الدلاه دي قاربا دعوعون انتي قاربا دعوعون مدبان يبيها أفكاك أسارين ثم ترجعاني وينقناين فتملئانيها سبرا ردي بيها بيصوب بوحيداين ثم تجيئاني ويلاي مانايين تفرقاني حالي كش بايان في أفواه القوم صحابة أفكوا ضاي كش بايان ورابين ايان معالم كل الله ويهد أحد وهذا الدرن ولقد وقع السيف سيفتبا وحي كدعه من يدي ابي طلحه ابي طلحه لبدي سقع موت اما مرتين اما لبجير واما ثلاثه سدح
يا سيفتي عندي سكرنا عليه من النعاس من أجل النعاس للمؤي قند روحسي دراد بو مركز سيفتي وقد عيسي ومركي تشبكي ورد عي وحالات أدق لما راي كدب دين النصري يا سكيني يا حسلوني لا زودتشي مركا ثم أنزل عليكم بعد الغم أمرة نعاسا يغشى ضائفة وأقول لك الشيخ سبحانه وتعالى كوحدك كميضة مؤمنين تيا إلهي وحكو زودتشي سكينة يا حسلوني هردو هي الظلمة أي جلين هردو هي الظلمة أي جلين ما يشاء طائفة كرأوا قال هذا كميضة المنافقين تي يذكر قارئ أنا الوعي ذي إن نفط هذون أي والبهار جيسون لون تؤتي ميضة أي كلا عرين أو والبهار يمرق يا عبسي أي لك عرين مركا وحيدا أن نعاص في الحرب سكينة وقوة وثبات إن حسلوني للمو هذا شاضو حل عبسي مهل عبسي أو عبسي جرتو أفكو إنو للمو هذا وحاو يار وحوق إلهي قفكو وحوجي قلبي يسي حسلوني إلهي وكدت شيئي ثبات يسقناش إلهي وسيئي إن حرس حق لك تبدو تاس ويان أما النعاص في الصلاة وفي مجالس العلم فهو من الشيطان للمضى لكن مجالس العلم إيو ما لها ذكر يلوها إيو للمضى تا شيطان بيكاهات شيطان بيكاهاتي إنما يريد الشيطان ويوقع بينكم عداوة في الغضاء والغم معها ويسدكم عن ذكر الله ذكر الله إنه لقى جعله شيطان ولذلك حصار الجمعة وحي وقد بدل لقي سلي هدي يقفك وحقوا للماء يهردوا دريما ما يشوف فريه إنه ككعه وما يلقوا فريسته ماشي الشيطان باكو قلي ما كان نعاس كاي للماء وحد بحارة مكان كاي تاي أيا لقوا في ريا لقوا ديا باب النساء هوينكي أواكن الغازيات هوينكي دولة هي دولة كيقيب قادنا يي يربخ لهن ولا سمرسين يا ولا يسهم سهم كاملا ماله سيدا رقعوا من الدقال من سيدا دون قنيمة وحيمروا بالله سعطة الدقال كهيرك وقارسيزان يهي لنك فارس كيف فرضها قد قال ما يهي تقني كذا وطا فانتري اللغينا يسكو سهم معها لنك الرقع الدقال من يفر يكر يكسوروبو كل وحيرين كل عرارة أردائية إيا قبر هوينة وماشي ذي همدي يبيض عامنتي شقدها ونتاقن توريد إذا قرزانا يسوحي صوير رون زوغيزة اسكو قنيمة اسكو وحمة أليو ما كوحال الرضخي بالي رهذا أضومها يأجي وحقدم خادمين عقوب الله سينا يلوك عن علينا يا لكن هذا الدجال ما نسي الرجل كلا جورا أو أي سي ما رتي رجل الدجال ما الدجال كأي أقلان هذا اللي يراه علاه وغزو يي الدجال كي النكاية نكاية العدو علاه هذا يتهي أو مسألة يحوم كوي هي معقولة المعنى معلل هدو يهي الحكم يدور مع علتي ويانا غنيمة وإليهن وإلا فلا والنهي عن قتل السبيان إن عرورت الله يا والدي أهل الحرب قال هذا عرورت هذه ذلك أصيان أهل الحرب ذلك هذا قال كنا قد أي عرورت هذا إن قال هذا إلا الله عرورت هذا يهوين كذا لو قصة ما بنانا ما بنانا لأن السبيا عرورت ما كوا ضحى ما كسبانين سواء ملها لو ديله دم ما ملها لبا وحويان من غنائم المسلمين بكمديهن صدع حويان هذا هو ذلك خدم كه مسلمين تا خدمين كأقبت كمان غنيان إن إسلاما نوي بلطا ويد عذا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر بن محمد جعفر الصادق عن أبيه بأبيه محمد محمد الباقر ابن علي بن حسين زين العابدين عن يزيد بن هرمز أن نجدة نكل بيشتري نجدة بن عامر الحنفي الحروري الخارجي خوارجته وضياشه كمدها حلق ابن الزبير يصاب حي دقال كوقا هذي markii damaanad Mus'ab bin Zubayr iyo ciidar wata lagu diray oo dagaal lagu qaaday ciidigiisa waa la jabiyay ugu dambeysna waxa la leeyahay asagii qafal xumadiisi jamaacadii la socotay ayaa isku fikirka hayeen ayaa markii damaanad dilay ilaa afkaarta xun iyo qalafsanaanta iyo quluw wuxuu sababay markii dambe ayaga dadka dhaxdooda iyo asxaabul quluw ayaga isiraaya asagii markii damaanad ayagii baa dilay najdal bijtir najda bin Amir al-Hanafi kataba ila ibn Abbas سو خوارجتي كمدا يوحوصو قري عبد الله بن عباس ورقت يسأله ويدير عن خمس خلال أي خصال شن خصلو يا شن حالو سؤالو بو ويديي بركا سؤالا يسو جواب ورقت قري فقال ابن عباس با وحجري لولا أن كنت أن لولا أن أكتم لولا خوفي حدان كبقين أن أكتم إن قرأ إن قريو علماً علمي إنا أنقري هذا كبقين وهذا الجواب هو كتمان العلم علم قرم علمي إلا قرينا وعيد ربك سعر وري هذا كبقين
ما كتبت إليه وحبا أم قرين وما جوابين ما مدنا إن لو جوابه ننقى فكر كخلدان وطا مسلمين تقالين آيا ليقو دي بنايسان آيا دنوب تكبائر تا وحوقه الرئيوس انجير إجماع الأمة إيا نصوص القرآن والسنة انت با خلاف سنيه وكوفة سرع يوم ننقى أستقى إن أن أجوابه ما مدنين لكن سؤال با لو ويديه لما جوابين علمي بعد قريسي هل كاكسي من كتم علما علمي قفكي قرية عاسو أزررتي الجمع يوم القيامة اللي جاء من النار إن أفكى لقلنا يا حكم النار برا النار أفكى لقلنا إلهينا وكوكو دينا الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله لعنط أيا لوكو دي قفك علم إنتي لو يدي سوى يقانا قرية وحكمة دي السبب رئيس جرين هدانا تاكبقين وما الجوابين محايا لما مدنئه كتب إليه وحوص وقرين نجدة النجدة هذا الكبار كتب له الله بتاي نجدة بن عامر الحنفي الخارج الحروري لنكا سقا أيا وحوص وقرين أما بعد وقد يسوي انت كذب وحب مقدمة ذا ولي من كذب أيوه يا ما بعد فأخبرني وحد يقول أنت هل كان الرسول ابن عباس أو هل كان الرسول الله نبي عليه السلام معها يغزو بالنساء هواك كيل الدولة هواك مركو الدولة كأذا يمرع جرين وسؤال شكوبات سؤال شاء الله بعد وهل كان يضرب لهن هدي الدولة كالراعان هل كان يضرب مقدر جرين لهن هواك بسام سامي سير رقو كالغنيمة يسامي قوار سير رقم يقال جرين صدح وهل كان يقتل السبيان عرورة النبي من لين جري أفر ومتى ينقضي قرمو دمان يتم اليتيم أقوان كأقوان نمديس قرمي دمانيسا إما هو أقوان سيد الليلة يحوليس قعانت الله وحيو قرمي أقوان نمديس دمانو هذا ودتك وأوان كدرمان حقوان كأقوان نمو أي كب وكب حيا شن أقو دمبيس وعن الخموس غريمة خموس الخموس كيدا لمن هو يا إسكالي خموس كيدا خموس الخموس بقوة دا خموس الخموس يا إسكالي ذو القربة يا إسكالي قرابة وايو لمن هو فكتب إليه ابن عباس عبد الله بن عباس ما جوابته وقرأ وحولي كتبته وحصقرت تسألنا ذا ويدري هل كان الرسول الله نبي عليه السلام ما هابد ويدي سيغزو بالنساء وانك كيل الدولة وقد كان يغزو جوابته وحوي ودول جري بهن هوانك وحي الله سعلان فيداوين هوانكنا وحي داوين جرين الجرحى تتقى ناوعا ويحضين والسين جري من الغنيمة غنيمة والسين جري يحضين عطاء خضخي يسيس محووة أي الاسين جري وأما بسهم سهم الجوان سيد الرجاء كله فلم يضرب لهن نبيه أو مقدرين أو من قانتين هؤنك وإن الرسول الله نبي عليه السلام سؤال شكله لم يكن مرة هن يقتل السبيان عرور نبيه مد لجرين عرور تدك قال هذا حربها يدك قود حيا مسلمين تبلا ينعيا رجاء هذا قال لهم ولد قال لهم جري عرور يا هؤن نبيه كم سق جاب جرين فلا تقتل السبيان هلا من عرورته وكتبت وحاس قرتي تسألني أرأي ويدينا يوم متى ينقضي قرمو دمارا يتمو اليتيم أغوانك أغوان نمدي سي قرمي دمانيسا فلا عمري حياتي ذا ينقل دارتي دار بيس كي دار جرين إن الرجل ننكو لتنبطو وحاق لاني لحيته قركي سباق لاني ننكو انتو وينا دوقان قارو يا وليبا قارو صباحا تنبطو لحيته وإنه أسقو أو وليبا انتاسي وإنه لضعيف الأخذي أسقو قادي ديس أي ضعيف تاي لنفسي وقاضو ضعيف الأعضاء سيسمدي بسنع ضعيف تاي منها نفتي سحق هذا وحكا بحيو يعني عكوة ذا أقوان نماذا عمري كريم ماها لابا الشيء بابا قحرا قفك إنو أقوان نماذا كبحو تكواد حويان بلوق الحلم إنو إلميه قان قارو تلبانا والرشد إنو قف رشيد أه أو مارين كارا دقاريه سي حوليه آبيه وقرده انتي أو مركي اللو ديبو أو كالقرنا يماشا لغو بحي يماشا لغسو قاتو markaas waa in labada shay leh markaas agoon ka baxaya asaga oo qaan gaaro waliba garle ayaa markii uu qaan gaarkii leh shardiga koobaad ahaa kii labaad oo ah tasriiful maali xoolaha maamuladiisa leh markii la waayo gacanta lagu haynaya waxa leeyahay wali ma tihid qof xoolihiisa maamulan kara ama safiih ba tahay walaa tusufaa amwaalakum allati ja'ala lahu lakum qiyama xoolaha asaga looma dhiibayo waa laga masruufi waa laga biili un gacanta lagu hayni marka labada shay hadii la helo umu waagoonimada ka bixiye ogowey fala amri in ar-rajul atambutu lihiyatu wa inna wala dha'if al-akhdhi li nafsihi nafti zuhu ma soo qaadan karo wax soo gadasho male dha'if al-ata wax bixin iyo wax iibin iyo wax siin dha'if ku yahay minha naftiisa xageedana wax bixin karo yaani meesha wax ku bixinaayo meel wanaagsan ma aha fa idha akhadha li nafsihi markuu sa ilmihi adonka ha naftiisa uu qaato min salihi ma شيء كيسه وناكسن يأخذون نزلت ويقاتان
وحي مصالح وناغ ودتكو اي واركان مصلحة حوله هذا مركو سيدا سوق على قنصو قاتو فقد ذهب عنه ليتم اقوانا ودو كتكتي مركو قانقار كي يتالس قدرو اقوان مركو ما حوليس اللو ديبايا وابتلوا يتاما حتى اذا بلغوا النكاحة فإن آنستوا منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم إلى إليه لبدا شيء بالربا إذا بلغوا الحلم قانقار كي آنستوا منهم رشدا حقا رشدي رشدي وحالها وقفك قرنا يا مال كيسا تصريف المال قرنا يوي حولها سيد الله مارت معامله يا رشيد لي هذا رشيد بالي هذا وقفك وينو بالغ عاقل يهي رشيد لي هاي مركز هذا حالها يا جائز وتصرف جائز وتصرف بالله تصرف كيسا بركة وبناني هاي فقد ذهب عنه ليتبع وكترت وحصاقرت النجد تسألني هذا ويدين عن الخمس خمس لمن هو يا إسكالة وإنا أنك بنو هاشم بن المطلبة كنا وحانا نقول كوانا هو لنا أنك إسكالة فأبا علينا ونجد ديدين قومنا قوم كانك وبنو أمياء ذاك أرنك ونجد ديدين بنو أمياء ملك الدولة لماذا قبسدين لمن قال بنو أمياء وعبد الشمس كو إمارة جد الرابع كو إمارة أيا وحيده ولو ذليه هاي أما ما هي حولها نستقع وقت جيسي وعدا ما هذا دينك مليهين أما ما هي خمس الخمس كاسي خاسي دي كلمة ما كو إنو ديدين بوليه وإنو ديدين بعد وفاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة تابعين تبكى الله يا بن أمية قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي محمد بن علي بن حسين عن يزيد بن هرمز أن النجدة نجدة بن عامر الحنفي كتب إلى ابن عباس بوحوص وقري يسألوا عن خلال أسوأ رموي ديري خلال قصال بمثل حديث سليمان بن بلال غير أن في حديث حاتم وإن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل السبيان عرورت النبي المد لجرين فلا تقتل النجدة وهدين السبيان عرورت خوارج باتين عرور يهوير يدد وحبا وعبا يشان عرورتها اللين إلا أن تكون إنا وطهيموين تعلم كيوغ ما علم الخضير خضر نبي 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 خضر نبي ابو حسين الراجحه نبي خضر وحو اغاداي من السبيين الذي ويلكي قتل او دلي علمه يراي او دلي خضر وحو كا اغاداي امركو قان غاره او ويناده انو غالوبي دورو غالما او كو ويلان دورو لبدي دشن او خطر غرين دورا دينتودا ترى نبي خضر لو وحيوداي سادرتد وحو انتو شرط كينن وا قال مطبوع بالكفر غالما لو دبا لو شابديه كسي غورع madax intuu qabtay buu kala siibay maxay yeelay dhibaatooyinka uu soo wada ilaahay u sheegay wax yooday marka aadiga fiiridkaha iyo sida yaani duur xulka ee aqalka ku saleysan ibn abbas oo ugu duur xulaya khaarijigi wuxuu leeyahay ilmaha arurtaha arurta dadka halayn inaad ogaato wuxuu nabi khadir ka ogaaday ilmuhu dareemayeen khadir wuxuu ogaaday ilmaha asaga haduu qaan gaaro inuu labadii waalid uu ku fiya gaalima ku xumbaari doono ku qasbi doono marka oo dhibaatooyinka fitna uu keeni doono سيداس هو أغاذي أذيكونا إنا تا أغاثة مويين وأن أهله ذلك حقيقة أغاثة مادة حقيقة كيلي كرا ما سيقى أغان كرا ما سيقى نخذر نبي بوها والله يحيو ذي الروطة دادك إدينا يسمرك سيدك أغاثي أيها واكو وانا واير يريهين ولقان قارب ماها وحي نقن دورا مركي وين هذا أنا مقرن قرجي سيدك الله إنكرتا مركي ويان وزاد إسحاق في حديثي عن حاتم وتميز المؤمنة مركة عروتنا أغاثة مويين وهداد أغاثة وتميز المؤمنة كمؤمن كنقن دون اصعده او فتقتل الكافره كمركو قان غاره غالو بي دون ادشو وتدع المؤمن مؤمن كلا كتكت كلا مر مر كاد كلا مر كرت سيده خضر وكلا مرو كلي حرور عيارس او يمد بقى سو مد يرتو قبطي ومدخ كو دفت دربي ودو كلا جبيي ساد ديال كرتو كلا غران كرت كغال كنقن يا كمسلم كنقن مؤمن كنقن ويكو تواضيرا لكن ما وهاي كد انت هاي ما كنا بك الله عرافده كهلا يا فالكا أول ويدي وحير النبي وحجرت النبي ياشي هرا كميضة ها يخدو خضع لك وحكو تحتيح يا جري جري هذا النبي بقى لقيري وحي يسيبه ها يكاس إليه وحكته سجري قف كان قدال كي من الصغو وحاو ويان ومنجم جني بولا شقيستا كاهن ويه وحيا ربنا وسقدر در صلاة مركا كاستقع النبي مقاري كروي وحي مركا النبي معجزة الله قرده غي وإلهي والنبي كوأي ذا معجزة الله قرده غي قفل إيمان كرم جرته قفل إيمان كرم الله قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان سفيان محمد ابن ابي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن اسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري سعيد بن ابي سعيد كيسان المقبري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر نجدة بن عامر الحروري الحنفي
إلى ابن عباس عبد الله بن عباس وصوغ ريا سلوى سوي ديري عن العبد أدوني والمرات هوين يحضران المغنمة غنيمة كقيب قلان يو دقالك وحقتي كقلان أما دك قيب قلان حوري غنيمة كقيب قلان هل يقسم اللهما ما الله قيبنا يا غنيمة وحمل غسل سامية وعن قتل الولدان عروتا يرى ولد ديرانا ويوسى جواب وعن اليتيم أغون كورن متى قورمو أغون ينقد عقوي وعن اليتم أغون مديسي وعن ذوي القرباء قرابة كو صاحبك إلهي قرآن كو الشيء ولد القرباء ويري من هم واكو خمس الخمس كره فقال لي يزيد ابن عباس باو حكويري يزيد ابن هرمز وكاتب كيسا لجوغي اكتب إليه أقر جوابته فلولا أن يقع إنه قبع هدانا كبقين في حموقة دقنمو ما كتبت إليه أم قرين دقنمو فعل حن لقن حن إنه سمي هدانا كبقين أم قرين إذا نقر وايو لقن حن يفعل حن وكوكس دقاق أرولين يهوين لين يوحن سيقر يورجاف مركا ليهرك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه حجل نغان كوغنو اكتب حقرتا انك عاديقا كتبت واحد صوقرتا تسألوني ذي ويديني عن المرأة والعبد اسلامتي يا دونتي ويحضر عن المغنمة غنيمة كقيم قرايا هل يقسم اللهما بشيء شيء وحمى الله قيب وإنه شانية ليس اللهما او مصقنا عن شيء سهم مقدرة إلا أن يحضيا إن لصي حضاء موين رضخي حقوق سبرسيزة لصيريا وكتبت واحد صوقرتا سؤال كري تسألوا ذي ويديني عن قتل الولدان عربت الله انتو ذا مبانانتها كوا مسلمين توصل قالوا أركا وإن الرسول الله النبي عليه السلام لم يقتلوا ملاين قال إذا حرب إذا لسكون رعصنا يون عررتوا ذا ملاين أنا مسلم بل قصص عطاء ولقاكر الله ياي وأنت عديقنا فلا تقتلوا والهديل إلا أن تعلم إنا ذو قاته منهم حق وضا ما علم صاحب موسى موسى صاحب كيسو خضر وحكوه قادي من الغلام الذي ويلكي قتله ودي لي وآه أنه إنو قال نقندونه إنو قال نقندونه آه فخشينا يرقم الطغيان وكفرا وكتبت تسألني أذى ويدينا أيه يا صقرتي عن اليتيم أذنك متى ينقطع عنه قوم كذا ماذا اسم اليتم أي حكم اليتم اسمه معنى حكم وي أقوانا حكم كذا يمجع وأقوان حكم كأقوانا ملا مريه ورمو كجو يبدو ويديسي وإن وشان لا ينقطع عنه كما قال اسم اليتم يتم أقوانا مجيء حكم كيس حتى يبلغ إلى كقان جار وشرد الكوبات كلا بعضنا ويونسا لقى قال من حق الرشد إنه يقف رشيدة أو مثل هذا مال كيسة يدنيه زجرناية وكتبت واحد قرط تسألنا ذي ويديني عن ذوي القربى قرابة هو صاحبك منهم وكوما وإن زعمنا وعن شيء أن أنهم هو إن أنه بن هاشم بن المطلب دانهاي فأبى ذلك علينا قومنا ما واحد قوس كذا هاي عبد مناف عن سواهين بن أمية ونجد جدين وعيد المية متين واسكون ما توحي وحدثنا عبد الرحمن بن بشير العبد قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال هرمز قال كتب نجدة وحو قرية ابن عباس وساق الحديث حديث بمثله قال أبو إسحاق وحيي حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان أبو إسحاق وكما يا صاحب تلميذ مسلم راوي الكتاب إبراهيم بن محمد ابن سفيان النيسابوري إبراهيم ابن محمد بن سفيان النيسابوري أبو إسحاق تلميذ مسلم راوي الجامع كتاب كان إنك وريوي شيخ كوريي إمام مسلم مركا أبو إسحاق حليه حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان سمرت شيخ يزير المحيري حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان مركز الشيخ يسيب اسكو طبقه اسكو درجه نقدي السنه العاليه ماشي الشيخ يسيب مركو صومره وعبد الرحمن كسي ورين لها وعبد الرحمن عن طريق الشيخ مركو كوري ونازل نقل لها وحو كوري توس شيخ وشيخ شيخ يسيب هلال عبد الرحمن بن بشريه فصار عاليا عالم نقدي وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل عالي وحويا مر الله مركز سنه كو غاوي هي ما شاء الله صعد وسلت كذا يرى عالي بن قن مركل النازل بن قريسة هلق وحولي حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث بدوره حديث كاسق صور قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي بن راهوي قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي جرير بن حازم قال سمعت قيس مان مغلي أو يحدث والرماية أن يزيد ابن هرمز كورمايا يزيد بن هرمز وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا جرير بن حازم
قال حدثني قيس بن سعد وكان مقعي كياس ومرت هذوي سعد قيس أخرى قيس بن سعد أن يزيد بن هرمز قال كتب النجدة بن عامر وحقر إلى ابن عباس ابن عباس بسؤال ويدير يا وسؤال التعنضة ووحي كدر رأي كتب قال فشهدت ابن عباس بان حاضر حين قرت بان جوغي قرأ وأخرنا كتابه وقد النجدة سوقر مركو أخرنا وحين كتب جواب مكو جوابته وقرأينا وأن لجوغي بوليه يزيد بن هرمز كسبب اللي يرقر أو لو ديبي وقال ابن عباس له وحي والله ما كنت دارتي لولا أن أرده إن أن رديه عن رديه وركي سأليه عن نتنين قرن ويقع فيه كل آية هدانا كبقين ما كتبت إليه وما قرين لولا أن أرده إن أن رديه دين عن نتنين حمان يفعل حمك لأولا النقضه ويقع فيه كل آية هدانا كبقين ما كتبت إليه لولا حموق ما صمر ما كتبت إليه وما قرين ولا نعمة عين إشي سرى أغمى النعمين إشي سأغمى قبوجيين وسؤال شيء جوابتي لأن أنتوا أهلو لأنه كما فرحين كما فرحين بكوضا قال فكتب إليه وحوق قرين إنك سألت أحد ويديس عن سهم ذي القرباء سهمك إيا قيبت إليه قرابة قرابة الرسول كواكوه الذي ذكر الله من هم هو إلهي أقراه كشي والذي القرباء ويري من هم واكوما وإنا كنا نرى وحنرك جرى أن قرابة الرسول أن قرابة الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي قرابة سهم نحن إن أنا نهي فأبى ذلك علينا قومنا قام كان قوي نجديدين وسألت عن اليتيم أقوم بعد ويدي سمتا ينقضي يتموه أقوم نبي سقر ما يدمانه وإنه إذا بلق النكاح هذوق قان جار ونقضه نكاح هذا حلوج هذا بروق حلم إياه نكاح إياه أنت ببروق ولا وكنا يودا هذوق بروق جار وقان جار أو أونساء لقو أركو لقدر يا ممنوع حق إذا رشتون إنه يقف رشيدة أو وناجي وراج حوليس قرنا يا مسل حديسة أو دفع إليه مال حوليس اللواء من اللوبي فقد انقضى وعد ما لا يتم أقول نمد استدماتي أقول أنت إلمه بالله ما هي كل دقان قرنا حوله دي نعل الأول هيو وأكبر حين بيع هذه الشراء هذه تصرف هذه عطية هذه بدل وحده ما أخذه وعضاء والفليسة أنت كلاس بيع هذه الشراء هذا من نبال بابا وحكم حرية بإذن الولي ولي إذن كسب حرية أنا ودتك عروت يار يارك وحيالها تصرفات كوضاء وحي مضرها ومضرك كينايا وحي مضرك كينايا محضة لما أقبلها حتى بإذن الولي لكن وحي مضرذي سيما فعلي سألك لقرير أن نسيد إيبك وكالي هذا واحد قالت إنا فائدين هذا فائدين لبضا وما كان تغارضه قضاء لما كان صباح يساء مركو ريض حق قالنا يسمى وقيت تاسو كان بإذن الولي بيكو حرانتها وسألت وحاد ويديسي هل كان رسول الله نبي عليه السلام ما يقتل كيد من سبيان المشركين احد عروت قال المشركين ده محمد قدر يجري فان الرسول الله جوابته وحوي النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن ما يقتل كيد منهم حق ولا احد قفنا كبدر يجري وانت اذغونا فلا تقتل منهم احد قفك لا قفنا هدر ملك لا هذه النصوص تعليق قد هذا عروت الله ان زيادات المسلمين ده الا ان تكون تعلم ان قرن منهم حق ما علم الخضر خضر وحو قرتي من الغلام ويلكي حين قتله مركو دي وحو قرتيها دوال لغايو إنو مركو ويناد وقال لما أولو وينان دونو لباتي في النوو والد كيس أصاب دونا إسلام ماذا ودى لبدبادين هاي أي أصغى الذي لي وسألت عن المرأة هوين أيدي والعبد هل كان لهما سهم ملايين معلوم لا يقان إذا قرت سهم ملايين وحضر الباس حضروا أي حاضر الباس دقالك الباس بأن حرب دقالك مركي حاضران وحملايين بدو ويديسي فإنهم لم يكن لهم سهم سهم ملا معلوم سهم معلوم إلى العين إلا أن يحضيا إن لبض الله لسيا من غنائم القوم قوم كغنيمة ذي دت وحي هلان المركز وحلا وسوق حلو رضخة وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء الهمدان قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا سليمان الأعمش بن مهران عن المختار بن سيفي عن يزيد بن هرمز قال كتب النجدة نجدة قري نجدة الحنفي بن عامر إلى ابن عباس رضي الله عنه فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة متى بيلك إتمام من ذكرنا حديثهم ذكر عن صوت شيخنا حديثك وحديثه من صوت شيخنا سيقول لما يسترين وما لما يسترين متكن ضمبئ متابعة وذا طيب متابعة مركواء يزيد بن هرمز كاسا مدارك حديث كسكو ريغايا حديث كاسا كسكو ريغايا مختار بن السيفي ياسوي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن حسان عن حفصة بنت السيرين عن أم عطية نسيبة بنت الكعب بنت كعب العدوي الأنساري رضي الله عنها قالت
غزوت وان دولي بلاد قبرناسي ومعطية مع الرسول الى نبي عيسى عليه السلام سبع غزوات تضبط دولان ونبي وبحي ايا لسع ذي بلاد ما هي قمن جرت قبر بو هي قمن جرت على اخلوفهم وحان اوغسي دمبي اوغسي قال المرجل في الرحالين ماشي علابته وطال عيدا سلدقا ايا سي جو جري فاصنعوا لهم دعام راشن وسي ديار جري الرجوا دغالمايا هدو بايو دن قلمي اون يا غاچاي سو دادانايا انتدان ودياري وداوي الجرحى متكي داو او لكينو سلدق لكيننا وان داوينو ديك جوجين يا داوين بانو ديار واقوم على المرضى كو مرضى جيرين دغا كنت كو خنوسدينا وان قومي جيري ارينتودا يا تمريدنتودا يا حنانادودا شقويكاس او مهم او قيمه بدن اي او قومي جيرين غبدها رضوان الله عليهن. وحدثنا عمرو الناقد بن بكير قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان بهذا الاسناد نحوه حديثك وحل لميدو شيغي عبد الرحيم بن سليمان ايالا متابعنا يزيد بن هارون متابعنا بابو عبد متابعنا وتام باب عدد غزوات النبي نبي غزوات كيزيد لامديس انت دناين كوي لباتن ولا غارسيه 19 ولا غارسيه 17 ولا يري رواه اسكو خلافسين هذا الرواه اي حضور كودي كقيب غلكودا اما كوي نبي دغالمي اي كوونا دغال او ندخين غالدو اي اسكا جبتي انت لو لو فسره. حدثنا محمد بن مثنى والمشار اللفظ لابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق السبيعي ان عبد الله بن يزيد خرج وابحى يستسقي بالناس. عبد الله بن زيد نكال يراهو كوفه كوفه مدحك حلقي بن الزبير مركا وحو بحى استسقاء روب دوم اي والله بحى ان روبك الله ضلبو الهي لا بريو بنانك لسكو تغو الهي لا بريو لسكو بهم بهيو وضدكو اي اداب استسقاء الى عليا بلو بهين اداب الاستسقاء يا حنا سيب درا استسقاهن روب دوم تانيو عيدين ان اسكو اكاتو هو ماشي عيد با كجرت من الرب دون با كجرت لك الغلن واي يا رسول لبستو كراسه لا سو قاطو صف كهور لا فريستو ددك لا كلا سو لا كلا سو يا والرب دون الغله وحي كميت هاي مخالفه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي النبي ولا خلافي نبي عليه السلام سوى متواضعه متكسره متخشعه فوره لابس اللباس البدله marka guriga uu yagu lugu joogay ee maarta iska daciifka qaba ayuu soo bixi jiray fawr rasuulullaahi alayhi wasallam khushuucsan markaas uu deena safka isku iimaan jiray markaas uu dadka tujin jiray ilaahay bari jiray markaas uu guuysa bedeli jiray saasa la hanjir saasa la hanjir adab taasa loo baahan yahay in la jiro tuurto la ismuujiyo oo meesha saraakiil iyo madax loo ekaado sax ma mutawaadiciin nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam qaayid al-umma ummada kii hoggaaminayay buu alayhi salaatu wasalaam marka waxyaalaha inta badan hangafka ah ee khilaaf as-sunnah dadka ku dhacaan bay ka mid tahay ku dhacno marka arimahaasi waxay tahay in la baraarujiyo muhiim wey anna abdullah ibn yazeed kharaja wabah yastasqi bin nas sawadatki robdon ilahay u dalbay robdon yastasqa robdon ay bin nas ma an nas wabah fa salla ragcatay laba ragcadood buu tukaday thumma istasqa bakasu ilahay robdon way diistay ilahay ka bariy robki qala fa laqitu yawma idin maalintaasi ay yawma an kharaja abdullah ibn yazeed yastasqi maalinta ayada waxaan bax la kulmay زيد بن أرقم على كل من زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وقال وحير ليس بيني أبو إسحاق وحوله ليس بيني وبينه غير رجل أنا زيد بن أرقم هل نبى نودحي أو بيني وبينه رجل أم هل نبى نودحي هل ليس بيني وبينه غير رجل وحننه إنه مدحين أو بيني أنا وبينه رجل ما نودحي ونسكمت هل نبى نودحي معنا. قال فقلت له وحنكويري زيد كم غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيكم ما يغدو لامبو بحي قال 19 سقالي طبعا فقلت وحانا كم غزوت أنت معه هذه ما يقال نبي لسه عطي دولان وكقب قشي قال 17 غزوة فضبية طبعا دولان يا نبي الرعاوي لسه عطي قال فقلت وحانا فما أول غزوة غزاها دولان نبي دولا كيوه الرهي قال ذات العسير أو العشير غزوة ذات عسير يا عشير إلى أقول ريسي دولان ما يري راه كيوه الرهي دقال كبدر كيوه الرهي دقال كبدر ayay ka horeeyeen kuwa kale oo ayagana al-abwaaiyo ayar way jireen oo kasii horeeyeen oo la sheegin. qaala xadathanaa abu bakar bin abi shayba qaala xadathanaa xibnu aadam qaala xadathanaa zuhayr bin mucaawiya can abi isxaaq sabeeci can zayd bin arqam samicahu minhu ana rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam ghazaa waadula 19 ghazwa 19 duulaan waxaja bacdamaa haajara markuu yuu nabiga duulay 19 kaas iyo riwaayo 17 ka dhahay iyo qaarkood arkayso sagaal buu nabigu duulay ama sideed marka riwaayaadkaasi
inta dagaal dhacdooyina dhacay ama duulada waaweyn ama sariyadkii ilaaladii waxyaalahaas culimadu u kala bedelayaan oo magbaba buu ka fiiriyay وحج وحج بعد ما هاجر انتو نبيو هجروا مدينه وتغي حجه هل حج بحجي ولم يحج حج غيرها اذا وحان هين حجه الوداع بحجي نبي انتو هجروا مدينه تغي حجه الوداع او سنه تمنعها كري اي حج رسولك عليه السلام لكن انتو هجرونين كما في السنن لبا حج نبي حج عليه السلام اما عمرين كي نبي عليه السلام انتو هجروا كذب فهي اربع عمر افر عمر اي هاين عمره حتى كل جرت اي صدح قاره ايه هايرو لما انتوت بشار ذي القعده ايه دحين عمره الحديبيه يا عمره القضاء يا عمره الجعرانه يا عمرته في حجته قارب النبي هاي افرت عمره النبي عمره عليه الصلاه والسلام قال حدثنا زهير بن حرب ابو خيثمه قال حدثنا روح بن عباده حدثنا زكريا بن اسحاق قال اخبرنا ابو الزبير محمد بن مسلم انه سمع وحوم مقل جابر بن عبد الله يقول غزوت مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحان دوله 19 غزوه سقال يتمن دولان قال جابر وحوم لم أشهد بدرا دلالك بدر ما حاضر ولا أحد أحدنا ما حاضر ما نعني أبي أباي بأيدي ذي إلا إن جهاتك وحبا هي إذن الأبوين دلالك ملك اللي قرأ إلا بدر واردين يكون إدمان يكون فزحان أي على ربا منك النبي الله دولا أن جهات بان ربا أباي هو يبا كيما هذي أرد كنا قوة كسا وقوس بسيب يجري لبدا وارد أبا الرفال رواية كالحديث كالواك الكوية فجاهد ففيهما فجاهد للجهات ودفاع يعني النبي خدمته دي ادبت محوها تربيته عوجي اذا خدمته دي احسان كودي سما فال كودي وناقود يا لا لا ولا كل جهاد وي حالات قاره هو يسر ريبان وحاله الاستنفار ايو حاله فرض العين والنقضيه ايا جرته فلما قتل عبد الله يوم احد اباه يقول عبد الله با الريب جري مركي ما انت احد لديله وشهيدي لما تخلف مهر عن رسول الله النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه قط ولقى يدولان كمهر بوليه ماشي اثار غير قد وين قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب هو حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا ابو تميله قال وحير هذين ابو تميله يحيى بن واضح بن هذا يحيى ابن واضح قال وحير هذين جميعا حد ونويري ما سو مر ما قنا اديك لو وشو كيريا جميعا حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن ابي ابي سو بريده بن حصيبه رضي الله عنه قال غزا رسول الله بحود الله عليه الصلاه 19 غزوه سقال يتون دولان قاتل في ثمان منهن سديد بو نبي دغالمي سديد با كامل انتو دغالمي او دغال دحاي ولم يقل ابو بكر مدين منهن وقال في حديث حدثنا عبد الله بن بريده بير دغال النبي دغال اي وا وينا مشهور كها وها كامل دغالكي بدر دغالكي احد دغالكي غزوه بني المصطلق غزوة الأحزاب أما خندق وحد العذاب أيه غزوة تبوك فتح مكة حنين سديدس هو يعني هو وين بكبير ثاني يا حنين قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتبر بن سليمان عن كهمس بن حسين عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن حسين رضي الله عنه أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي معي سود لي 16 غزوة لحية بند غزوة أيوك قيب قال قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم عن ابن إسماعيل عن يزيد وهو ابن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت وحان دولي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات دولان وخرجت وانبح فيما يبعث من البعوث إلى إذا ماذا ودير جرينا بقى وكهرة ودير جرينا تسعة غزوات سقال بان بحي ونبقى ندري مرة مر أو مرة كاملة علينا كركنا وح أمير نوها أبو بكر الصديق ومرة مرة علينا كركنا وح أمير نوها أسامة بن زيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بهذا الإسناد غير أنه قال في كلتيهما 7 غزوات أيجري 7 غزوات باب غزوة ذات الرقاع غزوة دي لما قعب حدي غزوة ذات الرقاع رقاع وكرمها مريها على الله يألوها كدو الدوين جدين مكي اللوغي اي كب بحين عديه بحين كما يحدان اي وايين اي مقع عصى الله مقع دلي غزوة دي اما دولان كي كرمها اي على الله اي مريها قوقع الوها لوحي حدي كما الآن اي قاديد الآن حدثنا ابو عامر عبد الله بن البراد الاشعري ومحمد بن العلاء الهمداني ابو كريب ولفظ لأبي عامر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة
عن أبي بردة أبي برداء أيو كوريي عن أبي موسى الأشعري أويس ويا مرك عبد الله بن قيس قالوا حيث خرجنا وضحنا مع رسول الله نبي عليه السلام عيسى بحنا في غزاة دولان ونحن ستة نفر عندنا كوبنا لكن حولي أنا اللحبان قال أنا واللحى يا ولد سعني وسيقار ولد سعني بيننا لحنا أنا سبحان الله حي بعير النف قيل ونعتقبه أن كعر بيسن جري اعتقابك حويا وتنوب كل مور كيسن جري كبا فولا يا وكدقي كلا فول وكدقي شنتي كلا ويسعون ويسعون قال فنقبت وحاب حضي أقدامنا قمدها نقي نقبت وحاد الضوية شنتي وضل الله علي قمده يلغيه فنقبت وحاب حضي سيقار هاند قدماي اللبايا يظلوا وضل قمدود وسقطت وحادارت أظفاري عديه يروي بحين فكنا وحانا نلف وضو ضوب على أرجولنا لغها نقا الخرق كرمها على الله فسميت قزودي وحلو مغدري غزوة ذات الرقاع بلغو مغدري ومغع لغدري لما كنا لأجل ما كنا وحانا هندرتك نعصبك ومارة الدوبة على أرجولنا لغها نقا من الخرق كرمها كنت دوبي جريه مغع لغدري غزوة ذات الرقاع بلغو بحي ورق كبالانا وبوري دقح يسحرك السعودة وعضو يقال الله دقال لما هي انت صدرنا وجدوه وحيتها إلى كلمة الله دين تلا هنا يكون رئيسيا ودين تلا يكون مرته وعضو يكبر كيسية قطرة سديسة أي هوس مرته ودعوة دين تلا أي فافتو أرض إلى يكون فافتو وعدالة يحق أميره بمره وشرع إلهي أرض إلى له حكمه هدف كسحدة ونكسنا قيمها بدنا يوتين كاسوها نيدو لاسي عقيدة داسن وكرر شيئا فعلا وتطبيقا وعملا يغرر شيئا مركا فجمعوا الإخلاص والاتباع لبضوا ويكل ميان قال أبو برده وحير فحدث أبو موسى بهذا الحديث أبو موسى الأشعري حديث كاسي قصة داسي دينته والله صلى الله عليه وسلم وكشي كي مركا هوري ثم كريها ذلك أريك وان نعي وكحو ماذي ما حدو شيئتي قال وحير كأنه كريها وحصوى نعي وحو نعي أن يكون إنه هذا الشيء وح من عمله عمل كيسي وقال له أقول دوانا يكمل إنه أفشاه فافيي تنو كوال بهارة وكقوم مايي عمل الله درتي أسامة إذا ما حد أقول شيء كينيسا قال أبو أسامة وزادني غير بريد وحيزي هذه بريها والله يجزي به إلهي بأنا كأبا المرينو عمل كعمل الله درتي أسامة يبهد أبا الكيسي وليها إلهي نما نسقاهنا سبحانه وتعالى ولن يتركوا عمالكم مركا شهيدة أو شهيدة وحكاية شحد الهمم تشجيع الرجالين يصوفين بكاهد أي إن دتك الدمبل الله غش كي الدين توحي الله صار مري وحدي بالله صار مري يا مان توحي الدين تلا يستو أمن الله يستو نبض الله يستو أوقف كإنه مارة الشيء كليه أو رأي تاي شيء جدي إنه مان تعيس كات كاته أو بريد آت كاته أريمانو عاس على جاي أبوك أردني يسي إنه كبر هنا يا وريه بالارين تاس صار مري علما أنا ده وين ليه جرين إنه غش كنجرين وحي الله صار مري طلبوا العلم جا يا مراحش الصعب جهاد يا بروفتي آت كذا قاس جهاد العلم جا يا برشيدي سأل الله صار مري من غش كنجرين قصد كودن واح كلام معهنا وحي من باب الشحذ إن الله صوف يهم ذا وكر له قاضه وقف كل لغة شيء كي ظروف تعسق عمان تأين ظروف هي اسمه ذا يو إن ظروف هي اسمه ذا يو ولكن يمكن الله صوف مرة لغة شيء كي أركا يا إنه نعمة كسوقية برواقة كسوقية نعمة إنه كسوقية بركا يا قف أنا عنين أو عبين أو قذين أو عشين أو قرع عن أو مارين يلا بابا أي صوف مرتاي أو أرد أدرية هاي يا أو شيء حما أدرته هاي أو جري عبدي حنون أدرية هاي و هذا كتاب لانيو ديار قرولانا يودرتهاي وحصو دنبا اسكو ايمان جيرتي ماركا سي وحصو دنتي كو صبران او غانتودا كو قورتان او اروسدان او صبران او علوش حركه كو خيدان اي علمي خنباري جيرين دعودنا فافين جيرين جاءتكم سدا سوان جيري اي كدارن باب كراهه الاستعانه الا كلمة استكراهيه في الغزو الدولان بكافر قال قالدا ان لا كلمة استو دغالكا كولا غلان كراهيه لما مسألة صار أرتي علماء رأي كهذلان أذكر هيان حالة أب اعتبار بان الله فيريا هذا حالة الله فيريا قالكو هدي آمن لقيا الشرطي سيء دبات ديسة مسلمين ترى أوبا هيهين تأكلين يا جرب أوبا هيهين أما ألبتي سأ ما سجبا إيا إن شرطي سب آمن على لقيا هين وألبنا هنا هنا دقالك وكلا قال ربنا لقيا بينه كسو جرسيو أيه أك أيه أقيبي أنا محايا لو حكينا إذا غزوة فتح مكة ما كنا بكبر حي وحنين وبحي أيضا كنا بقول السعودية الإسلامي وحكمنا صفوان من أمية هب كيسي يدرع يسي يقرب كذا كي حنا وكقاطي ولا سعودي حديث كنا وعصوا سعودي والنبي يقول لنا استعيرا بمشركين قال مكة على ما يسنايو مركا حديث دقال كيرو كلا قالوا أتكبر قيس أمان لقاهين ودبات تدي سأل آمن لقاهين
إن مسلمين توجبي عبس لقى قابو أما ما هي مسلمين تو أي بكوهد كوهد مان أو حقوق محباد يولاء أي ويشان أو يسكت دوالان على ودي يومها برأدي أي ماشي كم بحيسو حكمة عيادة ما كيلو يجي ذو وحوي يتنا على وحم برا يا مرك كلنا هذه مسلمين تأي ود ليهين إن كنا أي ربي بات أي بق بقين إن أي مرك كارم يستعل بلا سي أقواش علوم هذا مركي خلاف بس إيش أسبوع خلافين كذب وجل جمع بيسميان قارو لا بد أن يضرب بيكون جمعيين قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابن حسان عبد مالك بن أنس نحاء وحدثني أبو طاهر أحمد بن عمر بن سرح ولفظ له قال حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس أبي عبد الله الأسبحي عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت حيتري خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب حي قبل بدر حقا يا بدر بو بحي قال بدر إن صام الري أبو سفيان يعيدا كيسي ومارة سفرتي سي بدعدي سوال الري وكهري كدب لدقال وين با درد عيو لفيره ينبع ليقضي الله أمرا كان مفعولا قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة مركو النبي مجالي مدينة دولات كذا مرأي حرة الوبرة هي حرة الواقم لبشي المذوبي مدينة ودحيزي شرقية غربية لديجري مركو النبي مرأي بحرة الوبرة شيل المذوب ذا يداح من المذوب إلى الشيء الحرارة داعي وبرة أدركه الرجل نبى سوقاري قد كان أوها خرق قد كان أوها يذكر منه كيل وشيغو جراءة جيس النبي ونجدة وحقل نجدة ونفعق إيا وحترك إيا إمعوها قرب استاقوي نجدة لا يرى هذا طيب أيا لو يقانني جيس النبي لو يقان يكرتبوها فخرج أصحاب الرسول الله نبي أصحاب تيسى ففرح وحافر حي أصحاب الرسول الله وكفر حي عليه السلام حين رأوه مركاركين وانين كيبلها هليئها جيسيها جرادة النجدة لقوية قاني وكفر حين فلما أدركه مركو سوق قاري قال للرسول الله وحب النبي كير عليه السلام جيت وحنوه ماذا اللي أتبعك إنا كن راعك وصيبا عن هلا غني ماذا معك معاذ وحي هذا الشام عينا لقيب صدق قال له الرسول الله وحب كير عليه السلام والسلام تؤمن بالله ورسوله الله يا الرسول من رميزنت قال الله بير ما يبير قال النبي فرجع اسكن نقول فلن أستعين بمشرك أنا وقال ما قال ما يستنعيه أرد نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ذو حيث ثم مضى واتري حتى إذا كنا بشجرة مركا مرينا شجرة أدركه الرجل ننكب هذا نسو قاري شجرة حذيبي ولو ذاي فلن حوجب ذو الحليفة ميقات أهل المدينة فقال له النبي وحكير كما قال أول مرة فقال له ننكي وحكير النبي الله عن ربابه لينا قراء وحنا أهله كما قال أول مرة مركة ورسوله يلوك أي لينا قراء وحنا أهلان ربابه حتى شان غريمية حوله فقال له النبي وجواب عليه الصلاة والسلام كما قال أول مرة مركة ورسوله وجواب ما يسلام توامايا ارجع فلن أستعين بمشرك قال ما قال مسلاي قال فرجع نقو فلن أستعين بمشرك قال ثم رجع والله فأدركه بالبيداء بيداء أيها دنكم أو جزء قاري وما أنا كبر فوقين شجرة ده أو أيها ربنا وتاجه فقال له كما قال أول مرة مركه ورسوله يلو كره تؤمن بالله ورسوله عليه الرسول كما رمزنا قال نعم بير هذا واو قراضي هو خوكا على إسلامك مسلم بانا هاي نعم هذا ترى هذانا قفك وير هذا مسلم بانا هاي وحدا بقول سي ويدينا يلا سي بارباري مجرت سو مسلم بانا هاي بمورينا سو صلاة أول رئيسك قيم قل فقال له الرسول الله صلى الله عليه وسلم بوحير فانطلق صعمرك ركعي بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإمارة إمارة دي بكو سابسين ماذا حني ماذا هي حلالك هي مسؤولياتك إن أي شيء مهمة بدكونا أي كلام مذيهين هدي الله دوه النصب قريش أيا أغم مذن خلافة هي إمارة وين هدي مركا الله دوه صفة الله دهانا وإنو يقفك قف قادره أود أوله أمين وإنو يهي عليمنا وإنه يا حفيدنا وإنه يهي انت اسم قرآنك واشا يا قي إن خير من استجرت القوي الأمين أيت القبضي شعيب ودلعي بركي نبي موسى عليه السلام أبهد أي أتي المامة يسينو يا إنن على الله شغل له دي بنكره وأنن قوي حوق له كرتله قوض معها إن أظن مقالك معها وحلو جدا كرتية وحقلوي ننكر أساو وأنن كرتله قوله شغل يسا قبانكره كم صبيعي كره أمانا أدرته لما دان لهينن قف كاسقا ما احنا ما شقكم لها ما نكون كره مسؤوليه حلم قادي كره قف ان كرتي لهين وامن وداعد
ويسك لله لكن نفع متعدي أمالها نفع متعدي على الرباه مؤمن قوي يا الرباه حقا كره قف كرتيب بدن ويانا وحكالا توركي وحكالا قبشادة وكذا كذا لكن وحاويان توقوي خاينة وحولها ومدى دعايا ومسلمين تكتو منايا ومحابات سمينا يون عدالة قوينين وعلي الرسول منا وقبقين ذاتك الرعية هي مسؤولك لابدها بزدو الدلة وهي كعويان نينكي عفريت من الجنة سجل محجري وإني على وإني لقوي سجل أساس وشكتي قوي ولاه نبي يوسفنا عليه السلام حجري إني حفيظ عليم إن وحنا هاي وحي لودي بحفظنا إلى علن أيانا حفيظ عليم نوعنا هاي ذاتك يا باهيدي سي ظروفتي سي أولياتك سي أكل مهم سيين هولها أيان كلا قناة ونقرنا يا بيور عليم أنا ما ضحون ذاتك زي أقولين كور أو حلا شيء قون كريا مقرأيون زي أسأل أنت أيون صار كين ليز قص صاركو أو حبب كأوجين سيدي وحال ربعين لنا نقضوا عمر من الخضاب رضي الله عنه habeenki markii la saaxadu soo qaaday jiska soo dhaqaaqay jiray oo magaalada xamar jiray xagar mar dadka shanqadhooda dhageysa ilmaha oo ay muxuu ooyaa islaanta cala calaysa muxuu cala calaysa wadada waase jidka waase ilaa uu yiri iraq faras haduu ku turaanto roodo dhagaxii iyo wadadii loo hagaajin waayay umar baa la waydiin doonaa biyo asaas ku wada radiyallahu anhu warda cabsida halkaas ay gaarsiisneed ilaa heerkaas ayaa cabsida gaarsiisneed ahadul umara عمر بن عبد العزيز مياه ايا اصغ او اي ودارنت هي فينوستي يا فتيلدي يا لامبدي ودارنت هي او ارمي دولته كشقينايو قرايا يدمن اسو غلين مركي اسو غلين بو افوفاي فوف بو يوافوفاي دم واس هدي له وحيدي ماشان دولته اسكلي شقلي دولته ان كو هي اي غدا سو غشين او شيكه نقطوجي إلى هوري الدولة إلى هاد القيب كمدة إيمان الله إذا كان بعض شقق الدولة الله أنا يكون بعض وكون يفتين تو ترى عندي دنا هبير هل كلا جاري فيري ورعني ماذا يا عبسي ذا الله لقب قاي سبحانه وتعالى هل كسي جارين هل كسي جارين إن أنا الحلال وما حل بيدك وعلى وجه أنت رسول الله حلال إن جاب لا شقق في عمبا الذي مال في عمبا لودي بعد مغرب مال في عمبا لودي مال في عمبا لودي إن أسرع ما شاء إن الأمانة ما أسرع إن الأمانة إهت وأنا في عن وآمن وحفيظ وكذا إن الدهيت لكن إلا يرى ما في عمل لودي بمحله الجيدة وما الحقوق دقاق له دقال له دافر له دون اللي بلو جيدة أدول بركة حول بدن مركز ككس بواينا وحال لي هاي شقة دي لودي بمشي لودي بي كمون فائدة سنين كمون فائدة سنين مركز ما شقة دي مون قوانينه وحاويان حول كمون قرصان بلو جيدة هذا ما دو شقة دي أقبل ترى أنا مشترك يوم ما كقاضني أو وحي حلاله ولا سيء أوقع تكليه وكو كافتومه qofkaasi qof shaqadi reerka iyo meeshii cida loo geeyaa inuu yahay laakiin inuu garay oo shaqadi gabay baa lagu xumbaaraya taas lagu xumbaari wariyadaalka in arintu ay tahay tuuganimo iyo khayaamo iyo xoolo boob ujeedadu inay tahay shaqo umada loo qeedimo inaan ahayn meelo badan waxaad arkaysaa dadka ku farxaya in jagal la siiyay nin qof shaqo la siiyay oo deena jagalii la siiyay loo dabaaldegayo oo loo farxayo oo umadna ay siinayaan anay reebal daanahay leeyahay reebal daanahay reebal balasiye misalkan kan shaqo loo dhiibto shaqo qabaal la yiri mushaarkiisana cidisa ku biisho umadana u khidmayay ahayd hawshu dadkana laga malaha dayb waxa soo dhamarka waxa weeye waa saansaan iyo amaraad iyo calaamooyin tusaysa suu tawiya niyad xumada iyo qalbi xumada iyo umadu sidee heshiis oga tahay in wax dhibaato ah umada xoolooda la boobo si khaldan loo isticmaalo baabun nasu tabu li quraish dadku waxay raacsan yihiin quraish والخلافة في قريش خلافتنا قريش با اسكله خلافه مدحنمده امده قريش با اسكله حديث تاسكو ما دونا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعن وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني يان الحزامي وحدثنا زهير بن حرب وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن ابي الزناد عن اعرض عن ابي هريرة انا قال ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رواية يبلغ به النبي رواية قال رسول الله وكد مرفوع الى رسول الله لكن قال رواه مرفوع حكما قال رواه مرفوع صريحا بلدها نبي وحي الناس ضدك تبعوا وحي رعسين لقريش قريش في هذا الشان شارقا مدحني مدن يا مسؤولين قريش بلا دمين مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم مركي قالوا يا هاينا ضدك قريش بكدم بين قالوا عربيت
مكة أيها قعانت كلها هي حجك أيها مامور جري نظام جري ومضى أيها أكل هاجي جري سقاية دي إيه ورابة الرفادة دي إيه وهي قد حجك يشغل أيها مسؤول كها عدد ككلا أيها سكون راح سرايا إسلام كمر كوي من قريش بيسوق أيها مكة إسلام ما إسلام إنها بدي جري هذا يسوي إسلام إنه جان كأيها بعد سكره وحد بركة وحوي يان و أمرك أيها وحلاقي بيا أمر شرعي يا أمر قدري بلاقي بيا شرعا مسؤول هذه القمر يا مسلمين تهجان قلنا قلنا نبكي لنا مدح قلنا قلنا مدح الجود قريش بعد سكله لذلك النبي أبو بكر عمر عثمان علي إلى ابن أمية ابن عباس أنت بقريش بكل سعتي وشرعا وي لكن قدر المركي لنا قفك هدو مدح نقض قريش صورا هين أيو حكم قبطي حكم بكو قبصدي ولو وريقي إلا أطيعه والله مغلو واجب ويان قريش متيد لما دها أيوه اسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي عبد حبشي كان رأسه زبيبة وكيها هلو أدون حبشي وضع حين نغوية مغلو أضيعة ومرك قدري أيتها لكن شرعا يا أسكاري مكي لها الله أيوه الحل والعبد يكوض هذا أيام القريش بأسكاري حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أمام المنبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبعوا لقريش برأسين في هذا الشان مسلمهم تبعوا لمسلمهم راعيا وكافرهم قال كذا تبعوا لكافر مراعي وحدثنا يحيى بن حبيب الحارث حدثنا روح بن عباد حدثنا ابن جريج عبد المالك حدثنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبعوا لقريش في الخير والشر في الخير والشر وحوا في الاسلام في الجاهليه والاسلام كافرهم ومسلمهم متبلمتها مركي خير يا مسلمين يا هايين يا مركي شر يا كفر الوجري قريش ام بالا قدن بينجريو وحدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابي قال قال عبد الله بن وحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر في قريش امر كزوري ما يا قريش مدحني ماذا يا خلافه يا هوغانك امه المسلمين ما بقي من الناس اثنا لا وقف انت باقي اي كيهين وعدالتكم امرايه وشريعتكم حكمايه انت باقي تا مركي لو واينا حونك واك وريغي طيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن حسين بن عبد الرحمن السلمي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول له حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسدي واللفظ له حدثنا خالد علي بن عبد الله الضحام عن حسين بن عبد الرحمن السلمي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخلت مع ابي اماه انا رسول على النبي عليه السلام ان قال لي فسمعته يقول النبي عن مغلى صور ان هذا الامر امر كان خلافه يهجانك امه المسلمين لا ينقضي لما ما حتى يمضي فيه مثل 12 خليفه يعني الخلافه على منهاج النبوه لا الله بي 12 خليفه الى كغاران ما ضمانيسو اسكنا اسكو خيغان شرط ما افرت خلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز مهدي با ايمان دونا قال ثم تكلم بكلام خفي هذا القرصون النبي كحدلي علي خفي علي قرصوناده هذا اللي قرصون هذا المغلي وهيبو نبيكو انت امركو يري بو هاس يري قال فقلت لابي اباي وحان كو يري بوله ما قال محو نبيكو يري انت باي دافته قال كله من قريش وبي 12 كاسبا قريش ويان خلافه سيده في عن امامي دونه حدثنا ابن ابي عمر محمد بن يحيى العدني حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الملك ابن عمير عن جابر بن سمره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مقوله يقول له لا يزال امر الناس قد امرك اذا كزوري ما ماضيا انه هر اسعرايه ما وليهم 12 رجلا لم يتبن ان انت مدحني مدي مسؤوليه حلك اي هيام هرب اسعنيسا امورته الاسلام كامام الكيسه ثم تكلم النبي نبي هذه بكلمه خفيه علي قرصوراتي فسالت ابي باودي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب يري فقال كله من قريش وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوان الوضاع عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر لا يزال امر الناس ماضيا قال حدثنا هداب بن خالد الازدي حدثنا حماد بن سلمه عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمره يقول سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الاسلام عزيزا اسلامك انه عزيز يحيى ماضي هرس عنه او يحيى حق له الا 12 خليفه لا قال 18 خليفه ثم قال كلمه لم افهم انا فهم فقلت لابي وحنقول ما قال محيري فقال كله من قريش حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه عن داود بن ابي هند عن الشعبي عامر بن شراحيل عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر امر كان يعني مدى خلافته عزيزا كما زول انه موقت حوق له الى 12 خليفه لقى قالوا قال ثم تكلم بشيء بقال لما فهم انا فاهم فقلت يا ابي ما قال محوي قال كله من قريش ويان لما انت وضبا حدثنا نس بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون حدثنا احمد بن عثمان النوفلي ولفظ حدثنا ازهر السمان ازهر بن سعد السمان
قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون بن أرضبان عن الشعبي عام بن اشتراحيل الشعبي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال انطلقت إلى رسول الله نبي عليه السلام من آذي ومع أبي ومعي أبي أباي وإلى السعودة إليه سمرة فسمعته وحام على النبي ويقول له لا يزال هذا الدين دين تنكزه ورميز عزيزا إنه يسر ريسو غالب تلحوق له من يعني أي تاي كنت اسكع عبين إيسا عدو وكا من حين إيسا إلى 12 خليفة إلى 28 خليفة لا يقاره فقال كريمة تنبقوا علي سمنيها ويقعد تري الناس دوتك سمنيها كريمة يدتك يقعد ترين ودتك هذا الكوي أن لم أغلوه كلمة مكوها ذا كلمة رسول صمنيها ويدغتري الناس ويدغتري كلمة ذا مغل كذي فقلت لأبي بابا حنقير ما قال محويري قال كله من قريش ويدمان توضب حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة وحنقري مع غلامي نافع أنا غلام كلمة نافع وبعي أنا أخبرني وحايزه شكتا بشيء أو مع غلام نافع بن راعي الله قري وديبي أنا أخبرني إيسا شيخ بشيء وحي شيخ سمعته أن كم قال سمعته أن كم قال شيء من رسول الله جابر بن سمرة وحنا به كم قال حديث إيسا فإذا عليه الصلاة والسلام قال فكتب إلي وإيسا قري سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مغلو يقول يوم الجمعة مع الجمعة عشية الرجم الأسلمي مع أنت الرجم يا أسلمي معز ابن مالك الأسلمي قلبت إلى رجع لود الذي حد لقوا فيه نبي ويقول له لا يزال الدين قائما دين تونا تاجنتهاي ويحق لهذا أول لهذاي ويتشريع شريعة ذو أي طبق يسوع حدود إلى اللي فينا أي موقته حتى تقوم ساعة إلى ساعة قيام كذا عض أو يكون عليكم 12 خليفة لم يطبن خليفة لا أي كذا لا يجارو أما قيامي بوك جارو كلهم من قريش لم يطبن كاس خليفة شريعة ذي تكون معمول دونوي وسمعته يقول النبي قال مغلي أوله عصيبة من عصيبة من المسلمين عصيبة جمع تصغير عصابة تصغير عصابة عصيبة كوحير أو من المسلمين مسلمين تكملة يا يفتتحون فري دونا قبان دونا البيت الأبيض يقول قعد بيت كسرى قل يجي بقرتو يدي كسرى فارس لغا حكم هجري أو آل كسرى بيت الأبيض بيقول يضب هجري بيت الأبيض كي الرومنا ولا أمك عابي بيت القسطنطينية إسطنبول كان كسرى أيونا فارس فارسين دوائي الهايين أيونا وبيت الأبيض بالليجري كوح مسلمين تكملة قبان دونا أيو نبي عليه السلام مركب ومعجزات كنبي كميتها كشكي شام يا عراق يا فارس يا الروم من نبا قولك ودك هذا الله ما قبل النبي قبلك ونور عليه السلام إن الله قبل دوره واشيء صلى الله عليه وسلم حلقي عمر الفاروق عمر بن خطاب أبو حفص رضي الله عنه أمير المؤمنين حلقي عسى الله فري وكسرية يمعوها الروم لكوذي الحمد لله أنت جزيرة العربية عراق يا شام كدب وزيزة وتعاسمة وذي كلا استمول بهذا اللي قلت محمد الفاتح التركي أيها دنا قبطي إسطنبول وسمعته وحام مغلى يقول النبي قال إن بين يدي ساعة ساعة قيامه وحاكه الرئية كذابين هو بين العيال وبين بدن فأحد يروم كدكتون هذا هو بين بدن والنبي نمشي شيء قدونا وحن جلدك وشيء قدونا إمام دونا كدكتون هذا إلى صدم ببرسي النبي قلت هذا مشهور كه عنك وسمعته يقول النبي قال أبا مغلى إذا أعطى الله أحدكم أحد كيلو دولاه يسيا خيرا خير حوريه وحد دولاه يسيا نعمة فليبدأ بنفسه نفسي ساكم بالله وأهل بيتي جرجي سير رير كيس عروج زلكو حجسيه نفتي سير البيت كيسه ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله أكلوه وسمعته يقول النبي والله محمد عليه أنا الفرض على لي أنا هوا يقصيه الرئي على الحوض الدركيجا يعني يقصيه الرئي ودرك النبي سير تاجين عليه سلامة والسلام أنت الرعاية الرومي سي سنبي سير جري عليه صدق بغضي أي عيلك أوتك النبي وسير ديار جلوه وسير جوا هل كاسي عبا يا النبي روا رابين عليه سلامة والسلام حوض كاس النبي عليه السلام أنا وحلوت المامي لا يضمأ بعدها أبدا شربها نيك كعبها المرة مرضا ب مؤماي أون دم ما قبناي إلهي أنا أقدر ضدك كعبة حوض النبي عليه السلام كل كعبة الله أنا قديم قال حدثنا محمد بن الرافع بن سابور قال حدثنا ابن أبي فديك محمد ابن إسماعيل ابن مسلم أيالي هذا قال حدثنا ابن أبي ذي محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص أنه أرسل إلى ابن سمرة جابر بن سمرة العدوي بودري حدثنا عن غش كه ما سمعت من رسول الله وحد النبي كم غش عليه السلام فقال سمعت الرسول الله بن مغلي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر حديث حاتم بن إسماعيل متابعه باب الاستخلاف وتركيه الاستخلاف إن خليفة لصما يستوه وإنك ما ذحنا عمكم ماشى كبا حايا وقف كلا وخلافتي ما ذحنا مدي مسؤولية كوة رجيو أي الله وضع وخلافتها وضع شرعي وافقسا أو
inuu ninka madaxda uu yiraahdo ninka hebel ay inay gartay oo masuuliyadda xilka ku wareejiyay way ku iimaan jirtay in asxaabu shura dadka xil al-xil wal-aqd ahlul hal wal-aqd leeyraado ee haajada ka go'day aqliga leh ummada ee indhahooda ama muxuu aha haga ay taliyaan dhahaan anaga waxaan aragnaa qofkaas aad aragnaa arrimahaas ay madaxnimada iyo mas-uuliyadda lagu heli jiray ee ma aha in uu qof walbaba iska soo istaago ama iska ordo oo waxaan mas-uuliyaddii xil qaadi karin uu daba hableeya ma ah xadadana abuu kuray maxamed bin alcala qaal xadadana abuu saame xamaad عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر عبد الله بن عمر قال حضرت أبي أباي بان حاضري حين قرتي وعمر بن الخطاب حين وقت جيبا قرقي ستولج وصيب الله أصيبي فأثنوا مرك الله أصيبا دي نينكي أبو اللؤلؤ المجوسها سوى صلاة الصبح عمر تجنى هدتك وكي كنت تتوري ذا لباء أفله حقا يا حقا يا حقا على شيء ودلعي مرك أساقه سكرا هذا يا نتغي ذاتك يا رمز كويمد فأثنوا عليه وأمانين عدالة ديسي هجامين تيسي وناقيسي ورعنمة ديسي ديانة ديسي وقالوا وحيدا جزاك الله خيرا أيده ودعين خير الأئمة لنا خير أئمتكم من تدعون إليهم ويدعون إليكم كوا ودعين إنسان من يصلون ويتصلون عليه ودعين إنسان يا خير أئمة لي هذا شر الأئمة وكوا إن حبارين حبارتان هذا النبي عليه السلام جزاك الله خيرا أيده خير الله كوا بالمرية نكرا خيرا خير السوق بكرم فربنا فقال وحي الراغب والراهب أنا الراغب رجاء كقبار رحمة إلهي والراهب أبصر وأي جرتا قالوا وحيدين استخلف ناصر ما يقف خليفة ومسؤوله حلك النبوة ورجي قف كره إلا فوضع دعي كرته فقال وحير أتحملوا أتحملوا ما وحان دوشا كو وضانا السيدان ونوحن بارسانان أمركم أمر كينا يا مسؤولية ديني حيا ندانا ولا يا وميتنا هدون لمن أي حلك المعا إسارة هدانا ولا تيرا مكوال بهزالة هاي لو وديته وحان جعلان له أمنا حذي إلي نقطة دافتي إذا منها مسؤولية دي حلك أنسوها يي الكفاف إلي نقطة إثبت الكفاف إسكت دقن أيان شعلان لها بوليه كفاف محالة ده وقوفة سيري لا علي كوركي قرأ وحب الله يقاض ليقب سنين ولا لي أنا وحب دافة نكهرين إنا نقف نكهرين لبنا أن ليقب سنين بان شعلان لها بوليه ويحي أن ملحا هاي ورنبا وحب الله يقب سنحونا نكهرين عبسي داسو قبا وعمر نينك اللي حكمت فعدلت فأمنت فننت يا حتى عدوي قالدي ازو جير اسك جيفنت او مالين او نينكي مدخدينيا او مدعوينيه امه المسلمين تو يدل انتاس او دولادود مانتا ايو كلي مدخوها وخا دولاد لو مغعاب مانتا مرغاسه وخا كا جير اسك جيفه وخا وار دولاد جوغنا ماله مرغاسه وخا يراادين انتاس ددك حكومتي او عدالت كو حكومتي نو وبا وخي سي اد غاندا غزارتي او امن نقطه الى واحد كبقي ماله مخا لغا واردينا يا واحد كعبسب ماله هي ايا اسك ساحته جيت توسيس ايدين والفضل ما أقر لك الأعداء بينك هذا هو حقوق رأى فضل يعني. فإن استخلف هذا استخلف هذا خليف سمايه ملح سمايه وأنه هل بقى نقول له فقد استخلف محمد عارم من هو خير مني قفنا يا خير بنا يعني أبو بكر بقوة لاي يا مركو أبو بكر دردار ما يحير عمر بان إني قد تريبي عمر بمقع عارم وإن أترككم هذا إني قد تقع أروح بشيقنا فقد ترككم وحين قد تي هذا كور من هو خير مني من يا خير بنا رسول الله رسولك عليه السلام سواء سي صريحة سي صربيب مع عوام على أباء آهاته وحيا رب ضوء لنفهم أبو بكر إذو قداش النبي عليه السلام هقانك ومده أولو وريقي هب آهاته لكن سي صريحة مرد أبو بكر بأن يقتك مردين قال عبد الله وحوذي فعرفته وحنقرت أنه النبي عليه السلام أنه عمر حين ذكر رسول رسول الله مركو النبي قبل الشيخ عليه السلام غير مستخلف وحوز قرب قليي لابد عضو تي النبي قرن وو شاقي او انو ننا مقعابنا او بكر انو مقعابنا وو شاقي هدوب النبي قرن عليه السلام عرفت وعان قرت انه حين ذكر رسول الله مكو النبي عليه السلام بشاقي غير مستخلف انو ننا مقعابين او النبي عليه السلام دريق يسونا كل حنينين هو وضد النبي قلنا وذكر كدورينين ترى الأقاربير حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ومحمد بن الرافي وعبد بن حميد والفاضل متقاربة قال إسحاق وعبد أخبرنا وقال آخرنا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال دخلت على حفصة وقلي حفصة بنت عمر زوجتي رسولك عليه السلام عبد الله بن عمر ولا لا هي شقيق بوي يا
يعني قال فقلت فقالت وحيتني أعلمت ما وقت عبد الله يو أن أباك أباها أيضا عبهدو غير مستخلف إنو أنا خريفين إنو المقعابين إن قداشي سوح قفا ومقعون الشيء هذا البعين يقول نسوي ذي الوقت. قال قلت وحان ما كان ليفعل ما سمعنا يو سيكون لعي كرتا أرنتا ما سمعين دونه. قال وحيتني إنه فاعل وسمعين دونه. قال فحلفت وحان قد أرتي أني أريد أكلمه إن الله هذا لدونه في ذلك أرغان كلام لدونه عمر أنتوا ندم النفط سكرات وي إن كرال الدوانه أيام كل بارتيبير فسكت وانا مصي حتى قدوت إلى كوك الله ولا مكلمه أنا الله اللينبا وسأك فريست قال فكنت كأنما أحمل بيميني هذا نسأك فريستي بارتنا ويقول تاجنت فكنت وحانها كأنما واحد مود أحمله إن نحن باراي أن دش كوهيستو بيميني بارتي السبب تيد جبلا بور إن نبر كوهيو ونبر كي سارن تيد مودا أبور إنه كي سارن تيد مودا دارت أم دارت ورئيس كي وهيسي والله يبان أنت ويدينتي إيه عبسيدي إيه حشوت كي أنك حشونا عمر مهابوها إنه يبور إسارة تهد مودة حتى رجعت إلى الله عبته فدخلت عليه إنت عم بحانها دارا كل عبتي فسألني وعي ويدي عن حال الناس ذاتك كورم أرمي أمودة كورم أي سؤال وأنا أخبره أنا وأقول رمي وحالد وأساس وكور أو مربي قال ثم قلت له وحان كويري إني سمعت الناس ذاتك وحان مغلي يقولون له مقالة هذل ذاتك أن هذل كما مغلي يوه كشي كي سنعي. فآليت وحان قدرت أن أقولها إن رهو إريقاسي لك هذه نقولها ونقول الشيخ زعموا حي الشيخ أنك هذه غير مستخلف قف خريف أهو كادم بين هذا المقعابين وإنه لو كان لك وحان كويدي لرب الأمثال تصال أيوسي وفهمي كرو وحوير وإنه لو كان إنه شاني والوحان كويدي لو كان لك هداب الله هان لهد راعي إبل قف قيل كراع أو راعي غنم أما أري كراع ثم جاءك قفك أرجع يجيل أتكوج جاءك أكوي ما سوى إسكس لقلينا إسكس عضة وتركها جيل يأرجن أكس وتجه سوى قفنا وجاي معن وإسكس دقائق رأيت معكله أم قنضي عين حولي ضيع معكله نك عين حولي بيله يي وبعد أقول له جي حولي ما لك إسكس دقائق وإن إدبي العقاب أمضي هاي أرن كاسم كلات هاي هاوي فرعاية الناس تذكر رعاية دي سي إلى رنتي سي رعنتي لو راعيي يا أشد كدر من رعاية الإبل والغنم أري يجيل إسرائيل ذات كل راعية إلهي مسؤول كهذا يا وكدر أنا أكدت إن أذون قفن أم رعاب قال وحير عمر فوافقه ووافقي قولي هذا الكي وصحبي وياه فوضع على كواف الكر فوضع الرأس مدح يسب يرد جزاعة ساعد يحرو يرد شيء ثم رفعه إلي مدح بكر قاضي فقال وحير إن الله عز وجل إلهي يا يحفظ حفظنا يا دين ودينتي دين ترى إلهي رأس كذا صرا حفظين وإني أنا ولا إن لا استخلف حدارا قفنا مع عاب فإن الرسول الله نبي عليه السلام لم يستخلف قفنا مع عاب وإن يستخلف حدار مع عاب فإن أبو بكر با قد استفرق مع عاب يعني قال فوالله ما كنت أعتبر ابن عمر ما هو حالكم معها إلا أن ذكر الرسول الله إن النبي الشيخ عليه السلام وأبو بكر هو الشيخ حالكم وأحكر معها لبنا هدوب الشيخ فعلمت وحانه قال أنه لم يكن إلونا نحين آنين ليعدل مد قرب لقاه بالرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قرب لقاين أحدا قفنا وأنه أصغوا مركا إنه غير مستخلف مد قف مقعاب غير كإنه يهو قفنا وإنه مقعاب دون أيانه قاذي محوسة سمييي أصحاب الشورى أبو سمييي لحذي كهر لي عشرة المباشرين تضبعي عيالي سعد مكي لقوري سعد بن زيد لقوري سعيد بن زيد مكي لقبحي لحذي كانوا حوي لها تشدانه وحي أي أركان قفك أي أركان أصغوا مقعابانه أمدنا هوسو هو ديبانه هو هركينانه سداسي مركا كتمت بيعادي للابواي عثمان بن عفان رضي الله عنه ومدنا يسكر رعضي إجماعا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.